اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هاي الاشياء حكيناها اوريدي المرة اللي فاتت، فما راح اعيد منها اي شيء الا تذكير ببعض الجزئيات البسيطة. انه حكينا عن الانسولين، انه هو الهرمون المسؤول عن regulation للابتيك of glucose by the peripheral tissues، وتحديدا المسلز والليفر والفات تيشوز. والانسولين قلنا عبارة عن بيبتايد، هو داي يعني two chains، chain A و chain B. chain A 20 امينو اسيد، 21 امينو اسيد، و chain B 30 امينو اسيد، مربوطات بدايسلفايد بريدجز ثنتين، وفي كمان واحدة انترا تشين في موجودة في chain A. وقلنا انه الانسولين بيكون موجود، الاكتيف فورم اللي بيرتبط مع الريسبتور لازم يكون المونومر، لكن الكونسنتريشن للانسولين او وجود الزنك بيخليه انه يصير له بوليمرايزيشن، او بالاحرى دايمرايزيشن، او يصير هيكسامر تحديدا، يعني ممكن يكون دايمر او يصير هيكسامر، يا اما بيعتمد على الكونسنتريشن او وجود الزنك. اذا بترفع الكونسنتريشن كثير، حتى بعدم وجود الزنك ممكن يصير موجود على شكل هيكسامر. وقلنا هذا الهيكسامر هو اللي بيكون موجود في البيتا سيلز بالبنكرياس، يعني الانسولين مخزن في البيتا سيلز على شكل هيكسامر، لكن لما يصير له ريليز ويصير له ديليوشن تركيزه يقل، يصير له ديسوشيشن وبيعطينا المونومرز. هاي المونومرز هي اللي بترتبط قلنا في الريسبتورز تبعونها اللي هو الانسولين ريسبتورز. لما ترتبط في الريسبتور بصير عندي كاسكيد اوف ايفنتس، هاي الكاسكيد اوف ايفنتس بتوديني بالاخر على الجلات 4. الجلات 4 اللي هو الجلوكوز ترانسبورتر 4، واحنا قلنا فيه تقريبا 12 واحد، لكن مين اللي بتاثر الاكسبريشن تبعه بوجود الانسولين؟ الجلات 4. فلما يرتبط الانسولين بالريسبتور تبعه، هذا الجلات 4 بصير له ريليز من الستورج فيزيكلز، بيطلع على السيل ممبرين لهي الخلايا، سواء كانت مثلا مسل سيلز، ولا كانت بالليفر، ولا كانت في الاديبوز تيشوز. لما يطلع الريسبتور الجلوكوز بصير له ابتيك، لانه قلنا الجلوكوز عباره عن بولر موليكيول، وهذا البولر موليكيول ما بصير له باسيف ديفيوجن ثرو ممبرينز، لازم يكون فاسيليتيتد من خلال كارير، وهذا هو الكارير المسؤول عن الابتيك. فاذا كان الانسولين مش موجود، معناته هاي البروسيس مش راح تصير، معناته هذول عددهم مش راح يكون كافي يصير ابتيك، فبالتالي الجلوكوز كونسنتريشن في البلد بيرتفع، وبصير عندي هايبر جلايسيميا، وبصير عندي ديابيتس. اوكي، وحكينا على الانسولين شو انواع الانسولين، انه كيف ممكن يتاخذ، وقلنا حاليا معظمه عباره عن هيومن انالوجز او الهيومن انسولين نفسه، وبيكون مصنعات ريكومبينانت دي ان اي باستخدام البكتيريا وترانسجينيك بكتيريا وهاي الاشياء، او ممكن يكون سيمي سينثيتك، انه بناخذ البوفين مثلا وبصير في له ترانسبيبتيديشن انزيماتيك، يعني او انزيم كاتالايز ترانسبيبتيديشن عشان نحول الالانين والثريونين اللي موجودات فيه. وبلشنا المحاضره اللي فاتت ناخذ التايبس اوف انسولين. خليني اعيد بسرعه الجزء اللي حكيناه المره اللي فاتت، وبس نكمل الانسولين بنقول لكم الله يعطيكم العافيه، مش راح ادخل على الانتي هايبر جلايسيمكس حتى لو كانت المحاضره ربع ساعه اليوم، بس من المرات الجاي حتى لو كان في امتحانات راح نضل ماشيين بنفس البيز ان شاء الله. قلنا التايب اوف انسولين بيعتمد ايش؟ انه راح يكون مقسمات حسب الديوريشن اوف اكشن، يعني هل راح يكون رابيد اكتنج، راح يكون شورت اكتنج، انترميديت اكتنج، ولا لونج اكتنج. احنا قلنا هاي الديفرنت فورمولاز من الانسولين احنا بنحتاجها، لانه اذا الواحد كان بده ياكل وجبه معينه ممكن تكون ريتش في الكربوهيدرات، لازم يكون ياخذ جرعه انسولين تتناسب مع كميه الكربوهيدرات اللي بده ياخذها والفتره الزمنيه. لكن بكل الحالات لازم يكون خلال ال 24 ساعه في عندنا اي جلايسيميك كنترول، يعني مش لازم يكون في اليفيشن في البلد جلوكوز ليفل. فبنحتاج انه يكون في عندي ديفرنت فورمولاز مشان اللي اضبط نسبه او تركيز الجلوكوز في الدم خلال ال 24 ساعه، فلازم يكون في عندنا هاي الاشياء. هسه بالنسبه للانسولين انالوجز، الانالوجز المقصود فيها انه الاشباه الانسولين الطبيعي. طبعا احنا لما نقول هيومن انسولين اللي هو الهيومن انسولين باي بدون اي موديفيكيشن عليه، ترتيب الامينو اسيدز في تشين اي وتشين بي زي اللي موجود عندي وعندك وعند اي بني ادم الله خلقه. لما نقول انسولين انالوج صار فيها مانيبيوليشن، صار فيها موديفيكيشن، غيرنا بعض الامينو اسيدز محلاتهم. طبعا الهدف كله والفكره كلها انه كيف ممكن اخلي انسولين شورت او لونج او انترميديت. قلنا قبل شوي انه الانسولين الاكتيف فورم اللي بيربط بالريسبتور هو المونومر، فاذا انا بسوي فورميوليشن اخلي كميه المونومر عاليه، معناته راح يكون الاكشن تبعه سريع وراح يكون الديوريشن تبعه قليل، فبنقول عنه هذا مثلا رابيد اكتنج.
إذا بسوي الفورميليشن بحيث إنه كمية الهكسامر تصير أكثر، معناته تيتفكك الهكسامر ويبلش يعطيني ريليز راح يكون بطيء، فبيكون الأونست أبطأ والديوريشن بيكون طويل، لأنه صار الهكسامر كأنه زي الديبوت، زي ريزيرفوار، كأنه خزان صغير وبيطلع لي الإنسولين شوي شوي. معناته هاي الفورميليشن أو هاي الموديفيكيشن بالمحصلة راح تحدد كمية المونومر أو الهكسامر، بمعنى إنه رابيد أكتنج أو انترميديت أو لونج أكتنج. وشفنا المحاضرة الآخر محاضرة أخذناها إنه بالرابيد أكتنج نعمل موديفيكيشن بحيث إنها تمنع تكون الهستامر الهكسامر عفوا. هاي الموديفيكيشن اللي انعملت خلت الديسوشيشن تبعه يصير سريع جدا، فبالتالي الأكشن تبعه سريع. أول واحد كان الليسبرو، وقلنا من الاسم الليسبرو يعني في عندي برولين وفي عندي لايسين. اللايسين والبرولين موجودات هذولا في تشين بي، آخر الأمينو أسيدز في تشين بي اللي هم أرقامهم بيكونوا 28 و29. في الليسبرو بس إنه تبدل محلاتهم، لما تبدل محلاتهم صار في ستيريك هندرانس. اللايسين اتذكر هو بيسك أمينو أسيد إلو لونج تشين، البرولين هو سبيشال كيس من الأمينو أسيدز، إنه الار جروب أو السايد تشين عامل سايكل مع النيتروجين تبعته نفسه، مع النيتروجين تبعت الأمين. فهاي الموديفيكيشن أو هذا السواب أو السويتش خلى إنه يصير في عنا ستيريك هندرانس. هذا الستيريك هندرانس بمنع تكون الهكسامر، فبيكون الفورميليشن موجود فيها المونومر دائما، معناته جاهز إنه يروح يربط في الريسبتور تبعه ويصير في عنده اكسبريشن للجلات 4، وبالتالي يصير في ابتيك للجلوكوز فبينزل لنا الجلوكوز، لكن مفعوله مش راح يطول لأنه راح يصير في ديستراكشن للانسولين. اوكي وحكينا الفكرة هاي من وين جابوها. جابوها من الـ IGFI أو IGF1 عفوا، لأنه هذا عبارة عن growth factor بيشبه الإنسولين لكنه محل اللايسين والبرولين معكوس، فجربوها وزبطت معهم. النوع الثاني حكينا على الأسبارت. الأسبارت يعني صار في عندي إشي بيتعلق في الأسبارتيك أسيد، إنه البرولين 28 اللي حكينا عنه هون قبل شوي هذا replaced بأسبارتيك أسيد. هاي الريبليسمنت سوت charge repulsion بين الديفرنت chains اللي ممكن تكون موجودة في مونومر من هون أو مونومر من هون، وصار في ستيريك هندرانس. بالمحصلة احتمالية تكون الهكسامر صارت أضعف بكثير، فبالتالي الفورميليشن هاي المونومر جاهز أنه يروح يربط في الريسبتر. صار عندنا الليسبرو، صار عندنا الأسبارت. الليسبرو بدلنا اللايسين والبرولين شقلبنا محلاتهم، بالأسبارت برولين 28 بدلناه بأسبارتيك أسيد. عندنا النوع الثالث اللي هو الانسولين جلوليسين. الجلوليسين يعني صار في عندي لايسين بالموضوع، وفي عندي من الجلو يعني جلوتاميك اسيد، هذول هم الامينو اسيدز بالدرجه الاولى اللي صار فيهم مانيبيوليشن. هذا الجلوليسين في الاسبارجين اللي موجود في بي تشين رقمه 3 يعني في اول التشين سبستيتيوتد بلايسين. الاسبارجين فيه اميد نيوترال، اللايسين فيه امين برايمري امين positively charged. هذول تبدل محلاتهم، أو بالأحرى تبدل الأسبارجين اللي على رقم 3 في chain B بدلناه بلايسين، وكمان لايسين رقم 29 اللي تبدل هو البرولين في الليسبرو، هذا اللايسين تبدل بجلوتاميك أسيد. يعني اللايسين هو positively charged أمينو أسيد، الجلوتاميك أسيد negatively charged أمينو أسيد، فهذول برضو بمنعوا تكون الهكسامر. هذول الرابيد اكتنج انسولين انالوجز الانست اوف اكشن ويذن 15 مينتس، يعني لما يجي مريض الديابيتس ياخذ الانجكشن مثلا في ايده ولا في بطنه، بعد 15 دقيقه ببلش يشتغل مفعولهم. البيك اكتيفيتي بعد نص ساعه لساعه او لساعه ونص، الديوريشن 3 لاربع ساعات بيروح. معناته هاي الارقام بتهمنا ايش؟ انه نعرف امتى لازم ياخذ الجرعه بالنسبه لوقت الاكل اللي بده ياكله. اوكي طبعا عدد الوحدات اللي بيحددها المرضى بيكونوا عارفين انه والله اذا بدي اتغدى منسف واكل كنافي بعدين لازم اخذ مثلا 10 يونتس على سبيل المثال، اذا اليوم بدي اتغدى شوربه عدس بكفيني 5 يونتس، فهذول بيكونوا اوريدي عارفينهم وتريند عليهم. وامتى ياخذ الجرعه؟ قبل بعشر دقائق، قبل بنص ساعه، قبل بربع ساعه، بعد الاكل، خلال الاكل، قبل الاكل. هاي الاشياء ان شاء الله بالثيرابيتكس بتدرسوها اكثر، احنا بهمنا بس بالنسبه للاستراكشر شو الموديفيكيشن اللي صار. نيجي هسا على الانترميديت، واحنا وقفنا هون المحاضره اللي فاتت. الانترميديت اكتنج انسولين معناته الانترميديت اكتنج انسولين هاي بدنا نسوي فيه موديفيكيشن بحيث انه يكون في احتماليه لتكون الهكسامر،
انه تعطيه duration of action اطول، ويكون عندي برضه شوية monomers ممكن تكون موجودة فيه. هذا ايش بيعتمد؟ obtained by mixing regular insulin, regular insulin اللي هو human insulin اللي ما في عليه اي modification with the protein or zinc. احنا قلنا اذا بنحط zinc بتكون هيكسامر، اذا بنرفع تركيز الريجولار انسولين بالفورميوليشن بدون الزنك برضه ممكن يتكون الهيكسامر، لانه الزنك يعتبر انه هيك زي الوصله زي الهب بربط فيه المونومرز وبتكون الهيكسامر. نفس الشيء بالنسبه للبروتامين. هذا الان بي اتش التحضير تبعه بيكون ستوشيومتريك اماونت. ستوشيومتريك يعني واحد لواحد النسبه، يعني مثلا كل موليكيول من الريجولار انسولين بيكون قباله 1 زنك اتوم او قباله 1 بروتامين موليكيول. الريشيو المولر ريشيو بتكون واحد لواحد. طبعا هذا اللي بينتج عنه بعد ما نسوي هذا الميكسينج 1 تو 1 يكون بورلي سوليبل كومبلكس. بما انه بورلي سوليبل كومبلكس معناته الريليز تبعه راح يكون بطيء، فاذا كان الريليز بطيء معناته راح يكون الانست بطيء والديوريشن اطول. وفعليا هذا الانست اوف اكشن من ساعتين لاربع ساعات، بالمقابل الرابيد اكتنج 15 دقيقه. يعني لما نقول من ساعتين لاربع ساعات يعني تقريبا هذا بده 4 ب 4 16 مره ابطا من هذا تقريبا. اوكي، البيك افكت من 4 ل 12 ساعه، هذا كان البيك افكت من نص ساعه ل 90 دقيقه ساعه ونص. الديوريشن اوف اكشن لهذا 18 ل 26 ساعه، هذاك الديوريشن 3 ل 4 ساعات. شو الفكره كانت؟ بس انه الميكسينج تضيف الزنك او البروتامين، يا بتكون هيكسامر اكثر يا بيعطيك انسوليبل كومبلكس مع البروتامين. النوع الثاني من الانترميديت اكتنج انسولين اللي هو الانسولين لينت. هذا الانسولين لينت انه بتجيب الريجولار انسولين اللي هو اللي ما فيه عليه اي موديفيكيشن مع الزنك بنحط في بفر، البفر عشان يحافظ على البي اتش. طبعا لما يكون موجود عند الزنك راح يصير هيكسامر فورميشن وبيعطيني كريستالاين كومبلكس. هذا الكريستالاين كومبلكس بيكون السوليبيليتي تبعته والديسوليوشن تبعه بطيء، يعني هون dissolves slowly in subcutaneous fluids. طبعا كلكم بتعرفوا انه الانسولين بالعاده بينعطى subcutaneous، بينعطى في الفات تيشوز بالبطن او بالثاي او بالبتوكس او بالارم. اوكي، الانست والبيك والديوريشن لهذا الانسولين لينت نفس الان بي اتش 2 ل 4، 4 ل 12، 18 ل 26، نفس الشيء. لكن الميثود اوف بريبريشن مختلفه. هون ستوشيومتريك ميكسينج زنك او بروتامين مع ريجولار انسولين، هون ريجولار انسولين مع زنك في اسيتيت بفر. تمام، نيجي على النوع الثالث اللي هو لونج اكتنج انسولين انالوجز. بما انهم لونج اكتنج معناته هذول لازم انه يكون احتمالية تكون الهيكسامر عالية، والهيكسامر شفنا انه بيعتمد على الزنك او بيعتمد بالدرجة الثانية على الكونسنتريشن، انه يكون تركيز الريجولار انسولين عالي. تمام، كيف نعملوا هذول؟ او ممكن برضو تسوي موديفيكيشن، هاي الموديفيكيشن تزيد احتمالية تكون الهيكسامر او انها تقلل السوليبيليتي تبعت الكومبلكس اللي بينتج. المين خلينا نقول ابروتش كان انه ينضاف امينو اسيدز على الريجولار انسولين. هاي الامينو اسيدز بتغير الايزو الكتريك بوينت للانسولين. طبعا احنا الايزو الكتريك بوينت هي البي اتش اللي بيكون الاوفر اول تشارج على الموليكيول صفر، بمعنى انه ممكن يكون نيوترال او ممكن يكون تشارج، لكن البوزيتيف والنيجاتيف قد بعض، يعني النت تشارج صفر بتكون. هسا الانسولين بشكل عام اقل سوليبيليتي بتكون لما يكون على الايزو الكتريك بوينت تبعته، اقل ووتر سوليبيليتي. معناته اذا سوينا المانيبيوليشن في الامينو اسيدز هاي راح اخلي الووتر سوليبيليتي تبعت الانسولين اقل ما يمكن، فبالتالي راح يكون الريليز تبعه فروم ذا سايت اوف انجكشن بطيء، بمعنى انه راح اطول الديوريشن وراح اطول الانست. اوكي، فهاي الموديفيكيشن ريديوسز السوليبيليتي ات فيسيولوجيكال بي اتش اور باي كوفالنت اسيليشن. يعني يا بسوي موديفيكيشن في الامينو اسيدز بحيث اني اغير الايزو الكتريك بوينت مشان اقلل الووتر سوليبيليتي، او بسوي اسيليشن
الاسيليشن شو يعني اسيليشن؟ انه يكون في عندي مثلا اللهم صل على سيدنا محمد هيدروكسيل جروب افعلها مع اسيد كلورايد، هاي الاسيليشن يعني اضيف سي دبل بوند ار، هاي هي الاسل. يعني اذا كانت الار عباره عن سي اتش 3 مثلا بنقول عنها اسيتيليشن، اذا كانت ار يعني الرقم مفتوح البروسيس كلها اسمها اسيليشن. طب احنا بنعرف اذا انه نضاف على المركب جزء يكون هيدروفوبيك، هذا الجزء الهيدروفوبيك راح يقلل الووتر سوليبيليتي ويزيد الليبيد سوليبيليتي. طب اذا كان الدواء هذا الانسولين انالوج بينعطى سبكوتاني وصلي يعني بينعطى بالفات، معناته راح تكون سوليبيليتي لهالمركب هذا بالفات جيده، لكن في الاكويس انفايرمنت زي البلازما بتكون بطيئه، معناته راح يكون الريليز بطيء لانه حاب يضله بالفات، فالريليز تبعه بطيء. اذا كان الريليز بطيء معناته الديوريشن راح يصير لونج. تمام، نشوف اول نوع منهم. اول نوع اللي هو الانسولين اجلارجين. الجلارجين هذا فيه 2 اكسترا ارجينينز، اكسترا احنا قلنا هون introducing amino acid that changes the isoelectric point، increase the isoelectric point للانسولين انالوج بيقلل الووتر سوليبيليتي. هذول الاكسترا بنحطه على الاند اوف تشين بي، الاند اوف تشين بي اللي هي اللي شفناها اللي فيها اخرها ثريونين، بصير في عنده ارجينين ارجينين. هذول الارجينينز احنا بنعرف انه الارجينين هو بيسك امينو اسيد لانه فيه جوانيدين، والجوانيدين فيري بيسك، البي كي اي بتوصل 13، معناته انا لما احط 2 ارجينينز يعني زدت البيسيسيتي للمركب. بما اني زدت البيسيسيتي للمركب معناته صار الايونايزيشن تبعه اسرع. طيب المحصله شو بدها تكون؟ انه احنا بدنا نزيد الايزو الكتريك بوينت، يعني صفوا هالميزان اللي بدي اوازن فيه كميه البوزيتيف تشارج مع كميه النيجاتيف تشارج. بما اني زدت البوزيتيف تشارج معناته بدي ازيح السكيل كمان على اليمين، يعني بدي ارفع البي اتش، فصفت الايزو الكتريك بوينت. ما هي الايزو الكتريك بوينت البي اتش قلنا اللي بكون المركب عندها نيوترال، فهاي الانكريز في الايزو الكتريك بوينت بإضافة الأرجينينز بتخلي الواتر سوليبيليتي للمركب تصير ضعيفة، بمعنى الريليز تبعه بسيط. كمان بالإضافة للإكسترا أرجينينز هذول، جلايسين سبستيتيوشن أت أسبرجين 21، هذا وين موجود؟ أسبرجين 21 في تشين A، تمام؟ was made to stabilize the molecule، يعني بدلنا الأسبرجين حطينا محله جلايسين، فهيك المركب كله اوفر اول بصير نيوترال. تمام، هاي الايزو الكتريك بوينت صارت للمركب اللي هو الانسولين جلارجين صارت بحدود السبعه. طيب الايزو الكتريك بوينت سبعه، الفورميوليشن اللي بنعمل فيها بنعمل باسيدك بي اتش اربعه، معناته اذا عمل في اسيدك بي اتش اربعه وهو في ارجينينز معناته راح يكون متأين، اذا كان متأين راح يكون ووتر سوليبل، فهذا الانسولين جلارجين في الانجكشن لانه معمول له بافرنج راح يكون ووتر سوليبل، لكن لما يروح على السبكوتانيوس انجكشن هناك الفيسيولوجيكال كونديشنز البي اتش فيها 7 و4 يعني راح ترتفع البي اتش، وبما انه هو اصلا الايزو الكتريك بوينت 7 والفيسيولوجيكال بي اتش 7 و4 يعني قراب على بعض، وقلنا الايزو الكتريك بوينت للبيبتايدز بتكون اقل ووتر سوليبيليتي، معناته مجرد ما سوينا الانجكشن في الايزو الكتريك بوينت عفوا في السبكوتانيوس تيشوز راح يصير له precipitation، فالwater solubility اللي كانت موجودة في الانجكشن في الفايل لما يروح على السبكوتانيوس راح يصير له precipitation. لما يصير له precipitation بتكون منه microcrystals وبالعادة بتكون hexamers، وهذول بصير dissociation تبعهم يعطونا المونومرز بيكون بطيء. تمام، النوع الثاني من اللونج acting اللي هو بسموه الديتمر انسولين. هذا الديتمر انسولين أول إشي نشال الثريونين رقم 30 اللي موجود في تشين بي، ونعمل أن أسيتيليشن لللايسين اللي موجود على الـ 29، هذا اللايسين صرنا ذاكرينه كذا مرة رقم 29 في تشين بي، نسوي له أن أسيتيليشن. طيب بإيش الأسيتيليشن؟ 14 كاربون مايريستيك أسيد. طب هذول الـ 14 كاربون راح يزيدوا ولا يقللوا الواتر سوليبيليتي؟ راح يقلل الووتر سوليبيليتي. كمان إشي ثاني، هذول بما انهم لايبوفيليك راح يزيدوا البلازما بروتين بايندينج، يس راح يزيدوا البلازما بروتين بايندينج،
لانه الادويه اللي بترتبط في البلازما بروتين في الالبيومين بالعاده بتكون الكالوتيك وبتكون لايبوفيليك. كل ما زدت اللايبوفيليسيتي على الاغلب بتزيد النون سبيسيفيك بايندينج على الالبيومين. طب الدواء اللي بكون سواء كان بيبتايد ولا كان سمول اورجانيك موليكيول، اذا كان مربوط في الالبيومين هل بصير له ديستريبيوشن على على برا البلد؟ لا. لكن نتذكر انه اللي بكون باوند مقارنه بالفري اللي حاكمهم بيكون الاكوليبريم، معناته الفري دراج هو اللي بصير له ديستريبيوشن على التيشوز، على المصل مثلا ولا على الليفر ولا على الاديبوز تيشوز. واللي بكون بلازما بروتين باوند بيظل موجود في البلازما لانه حجم البروتين كبير ما بيطلع من البلازما. لكن في إكويليبريم، كل ما صار شوية أبزوربشن الدواء اللي كان رابط في البلازما فك جزء منه مشان يحافظ على الإكويليبريم. معناته هذا الفورميوليشن اللي صار راح يزيد الديوريشن اوف اكشن وراح يزيد الانست اوف اكشن، فراح يكون طويل لانه اصلا هذول ال 14 كاربون راح تخليه موجود في الاديبوز تيشوز فتره اطول، وبنفس الوقت لما يطلع من الاديبوز ويروح على السيستميك سيركيليشن راح يخليه يرتبط في الالبيومن. فالمحصله انه راح يكون الديستريبيوشن على التيشوز بطيء، فالديوريشن اوف اكشن له راح يكون لونج. تمام. فصار عندنا الجلارجين وصار عندنا الديتمر. الديتمر هذا عباره عن اسيليتد انسولين، ريجولار انسولين انشال منه الثرينين رقم 30. هسه راح نشوف اشكالهم بسرعه. النوع الثالث من هذول اللونج اكتنج اللي هو الانسولين الترالينت. الالترالينت من اسمه الترالينت، هذا ان زادت كميه الزنك فيه فهون صار ينحط معه 4 زنك اتومز. طبعا بكاستوشيومتري يعني احنا لما شفنا الام بي اتش قبل شوي، الام بي اتش قلنا ستوشيومتريك اماونت بالزنك او بالبروتامين، هون الالترالينت بنزاد فيها كميه الزنك، واحنا قلنا الزنك بيزيد الهكسامر فورميشن بمعنى بصير كريستالاين، والكريستالاين الووتر سوليبيليتي تبعته ضعيفه، معناته الريليز فروم ذا سايت اوف انجكشن راح تكون بطيئه، فبالتالي بيكون الدوريشن اوف اكشن عالي. فهون زي ما هو مكتوب انه الديسولوشن ريت بتكون سلوور ذان ذا ريت اوف ذا تو زنك اسيتيت انسولين لينت. يعني في عندنا الانسولين لينت والالترا لينت. هون كان عندنا الانسولين لينت، قلنا هون بنخلط الزنك بالاسيتيت بفر، بالالترا لينك زدنا كميه الزنك فصارت كميه الهكسامر اكبر. اخر واحد من اللونج اكتنج اللي هو الانسولين ديجلوديك. الانسولين ديجلوديك هذا عباره عن الترا لونج اكتنج انسولين. كيف بينتج؟ بينشال الثرينين رقم 30 وبينعمل ان اسيليشن لللايسين رقم 29. الان اسيليشن بيكون الجاما اجلو amidated with hexa decandiuic acid. هذا الشكل اللي عندنا. هسه لو هاي تخيل هون اللايسين، هاي السايد تشين لللايسين، سوي هايدروليسس، دس لهذا كليات الهكسا ديكاندايول، شيله هذا او دايول عفوا شيله، ورجع الثريونين هون محله، برجع عندي الانسولين الريجولار اللي موجود عندي وعندك. عشان اللي اسوي الديجلوديك منه الثريونين رقم 30 بشيله بكسره من هون، صار اخر واحد اللي هو رقم 29 اللايسين. هذا اللايسين بربط فيه جلوتاميك اسيد، وهذا الجلوتاميك اسيد موجود فيه عليه كمان ايش 16 كربون زياده، فهاي راح تخلي انه يصير في عندنا ايش الووتر سوليبيليتي تبعته راح تكون جدا ضعيفه، وبنفس الوقت الالبيومين بايندينج راح يكون اعلى. هاي طبعا الالبيومين بسموه الكالوتيك بروتين، يعني قاعدي، يعني بحب يرتبط في الاسيديك دراجز. فاذا كان الدواء اسيديك ولايبوفيليك راح يرتبط في الالبيومين عالي بشكل كبير. وهذا الدواء هون الاضافه كانت اسيديك، وبما انه هو جلوتاميك اسيد برضه هون في موجود عندي كمان اسيديك جروب، وهون عندي كربونات التشين الطويله هاي، معناته هذا برضه راح يزيد الارتباط في الالبيومين. هذا الدوزنج تبعه it can be administered daily or three times a week، يعني ممكن المريض ياخذه كل يوم حسب الكونسومشن للكربوهيدرات تبعه، او ممكن three times a week، يعني الدوزنج ريجيمنز تبعته اسهل. هذول اللونج اكتنج عشان بيعطونا بروتكشن في ال 24 ساعه عشان يحافظوا على ايوغلايسيميا. لكن لو واحد مثلا بده يتغدى او بده ياكل حلو يعني في كربوهيدرات كثير،
ما بيزبط ياخذ انترميديت ولا لونج اكتنج، بده ياخذ الرابيد اكتنج. وهذا الشيء قلنا له علاقه في البروتوكولز كيف تعطي الانسولين. هذا ان شاء الله بتغطى معاكم بشكل كويس في الثيرابيوتكس، تمام؟ فهذا حتى بيكون مالتي هيكسامرز. مالتي هيكسامر اسمبلز يعني بصير كانه اجريجيتس هيك، كانه بتكتل على بعضه اكثر، فبيقلل الواتر سوليبيليتي، بيقلل الريليز تبعه، لما يطلع على البلد برد يرتبط في الالبيومين وبصير الديستريبيوشن كمان ابطا وابطا. هاي الصوره العامه للانسولين انالوجز، شو هي الاستراكشرال موديفيكيشن اللي بتعملها فيه عشان اللي تخلي الواتر سوليبيليتي تصير اعلى او الفورميشن اوف ذا مونومر اعلى، او تخلي الواتر سوليبيليتي تصير اقل ويصير الفورميشن اوف ذا مونومر اقل، او يصير الريليز فروم ذا سايت اوف انجكشن ابطا، او انك تزيد ارتباطه في البروتين في البلازما البيومين. تمام، هاي السلايد سمري لكل انواع الانسولين اللي حكينا عنهم. هذا الانسولين العادي اللي هو الهيومن انسولين، هذول الاختلافات موجود اللي هو البوفين او البورك بالاحرى، وهذا الكاو انسولين. قلنا الكاو انسولين بيختلف بثلاثة امينو اسيد، هاي اتوقع بدل فالين الانين، مش فالين هاي اللي هون. والبورك بس بيختلف واحد رقم 30، بدل ما هو ثريونين بصير الانين، عشان هيك قلنا ممكن يتصنع الانسولين سيمي سينثيتك، انه انزيماتيك كاتالايز ترانسبيبتيديشن، انه بتبدل الثريونين محل الالانين في البورك انسولين بيعطيني هيومن انسولين. لكن طبعا هاي الاشياء ممكن بسبب البيوريفيكيشن وغيره مرات ممكن تسوي اليرجي، فالاحسن انه تستخدم الريكومبيننت يكون افضل. تمام، هذول الانواع الانسولين الثانيات، البورسين انسولين، البوفين انسولين اللي هم تبع الله يعزكم الخنزير والمأخوذ من البقر، الليسبرو، الاسبارت، الجلوليسين، الجلارجين، الديتامر، والديجلوديك اللي شفناه قبل شوي. تمام، وهون بيقول لك ايش هم اللي امينو اسيد اللي تغيروا. والسلايد اللي بعده كمان زيه، هذول هذا الكي للموديفيكيشن. يعني مثلا الانسولين ليسبرو، مشان كيف تقرا السلايد يعني اذا بدك، الانسولين ليسبرو هاي السيركل وين هي موجوده؟ موجوده هون. شو اللي صار؟ اللايسين والثريونين او عفوا هاي زيحة كمان شوي لورا، البرولين واللايسين هذول تبدل محلاتهم، الانسولين اسبارت انه البرولين تبدل باسبارتيك اسيد، اوكي، الانسولين جلارجين، هاي الانسولين جلارجين صار في اضافه لتو جلوتاميك اسيدز او عفوا ارجينينز هون 31 و32، ونضاف كمان هون تبدل الالانين بجلايسين بتشين اي. الديتمر انه صار في عندي هون التشين على 29، الديجلوديك انشال الثريونين وبرضه نحط كمان تشين فيها كاربوكسيليك اسيد على 29 على اللايسين 29. بالنسبه للستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب تقريبا حكيناهم along the way، لكن هون موجودات بشويه خلينا نقول هيك ترتيب اكثر. انه الانسولين اساسا ما بيكون انسولين زي ما احنا شايفينه، بيتصنع على شكل بري برو انسولين، بري برو انسولين بعدين بتحول لبرو انسولين بعدين بتحول لانسولين. وبما انه هو بيبتايد معناته المساله بتكون لها علاقه في التشينز، في طول التشين، تشين اي وتشين بي. هون في عندنا سيجنال بيبتايد هاي بتروح تنقص، تشين سي اللي هي رابطه تشين اي وبي هاي بتنقص من هون، بالاخر بيضل عندنا تشين اي وبي اللي مربوطات بالدايسلفايد بريدجز. تمام، اوكي. هسا الفاريشنز اللي شفناهم بالستركتشر للانسولين سو فار او الانسولين انالوجز، وين معظم الشغل كان يصير؟ يصير على اخر تشين بي، البرولين واللايسين والثريونين 28 29 30 بالدرجه الاولى، يا تبديل يا اسيليشن يا حذف يا اضافه عليهم تقريبا هناك. ف هاي بدي بس اقرا هاي النص بعد اذنكم. SAR studies revealed that variation or removal of amino acid residues from the C terminus of the B chain اللي هو آخر B chain يعني عند 28, 29, 30 influence the rate of dimer formation while not drastically changing the biologic activity. بتأثر على الريت، قلنا إنه يصير في عندي هاي البوليمرايزيشن أو لا، لكن هل موديفايد انسولين هذا اللي تغير ترتيب الامينو اسيد فيه لما بده يروح يرتبط في الريسبتور، هل بيرتبط في الانسولين ريسبتور؟ يس. هل بيسوي
اكسبريشن للجلوكوز ترانسبورترز يس، معناته بيأثر بس على الريت اوف دايمر وهكسامر فورميشن مش على البيولوجيكال اكتيفيتي. انهبيتنج دايمر فورميشن كان الاو فور رابيد اكتنج انسولين، يعني اذا بتمنع تكون الدايمرز والهكسامرز راح يضل الفورميوليشن تبعك على شكل مونومر، واحنا قلنا اللي بيربط في الريسبتور هو المونومر، معناته بيكون هاي الفورميوليشن رابيد اكتنج جاهز انه يعطيك الايفكت مباشره. Thus, the various insulin analogs that have been developed have substitutions in or additions to the C terminus of the B chain, starting at residue B28 and leproline رقم 28. The resulting analogs have either a fast onset or longer duration of action relative to native insulin. Native insulin اللي هو human insulin أو regular insulin، هذا اللي قلنا يعتبر short acting. فالموديفيكيشن اللي عليه بصير faster onset أو longer duration، يعني بصير short acting عفوا rapid acting أو بصير long acting. تمام، كل الانالوجز هذول حاليا كلهم recombinant DNA technology. تمام، chain A إذا انتبهتوا chain A مش كثير صار فيها modification، لأنه الموديفيكيشن اللي جربوها على chain A لقوا إنها بتنتج عنها loss of activity. صح انه مثلا ممكن الريت اوف دايمر وهكسامر فورميشن تصير اقل، لكن الانالوج اللي بينتج المونومر فورم منه ما بيربط على الريسبتور الانسولين ريسبتور وما استفدنا منه، عشان هيك معظم الموديفيكيشن كانت في تشين بي. تمام. في هاي برضو التجارب اللي انعملت من خلال الموديفيكيشن على السيكونس اوف امينو اسيدز بالتو تشينز، لقوا إنه في بتشين بي بعض الأمينو أسيدز considered to be not essential for activity. مين هم هذول الـ not essential؟ أول ستة وآخر ثلاث. أول ستة واحد، أو بالأحرى من هون واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة، هذول أول ستة وآخر ثلاث في تشين بي مش كثير essential للإنسولين activity، يعني بمعنى ارتباطه على الريسبتور تبعه، يعني هذول لو انشالوا راح يظل يربط الانسولين ويعطينا اكتيفيتي. وهذول احنا شفنا انه ممكن تشيل الثريونين كله، ممكن تسوي اسيليشن لللايسين، ممكن تبدل محلاتهم، ممكن تضيف ارجينينز هون وستيل بيربط على الريسبتور وبيعطينا الاكتيفيتي. اوكي، في بعض الموديفيكيشنز اللي انعملت لقوا انه بينتج عنها ريدكشن في البايو اكتيفيتي. اوكي، امتى ممكن ينتج ريدكشن؟ اذا بتسوي موديفيكيشن على الامينو جروبس ما عدا الامينو جروب تبعت اللايسين رقم 29، هاي بتعطينا اكتيف انالوجز. هذا اللايسين، هذا امينو اسيد لايسين، امينو اسيد هاي الالفا كاربون عليها اتش، وهاي الالفا كاربون عليها الار جروب، الار جروب باللايسين هاي 1 2 3 4 وامين. اوكي، يعني بروبيلامين هاي على اللايسين رقم 29 إذا بسوي فيها موديفيكيشن ما في مشكلة، وشفنا احنا انه نعمل عليها اسيليشن وكان يعطينا انالوجز اكتف. الكاربوكسيل جروبز هذول بينتج عنهم دي اكتيفيشن، يعني إذا بسوي موديفيكيشن على الكاربوكسيل جروبز او التايروسين اللي هي الفينوليك، يعني هذول ممكن ينتج عنهم ان اكتف انالوجز. طبعا الكاربوكسيل جروب الموجوده في الاسبارتيك اسيد او الجلوتاميك اسيد، هذول الفينوليك بس موجوده في التايروسين، هذول ما بزبطش انه ينعمل عليهم موديفيكيشن لانه الانالوج او البرودكت اللي بيطلع بيكون ان اكتيف. تمام، اذا بتسوي اي موديفيكيشن بالتيرشر ستراكشر للانسولين بياثر على الريسبتور بايندينج، وهذا شيء منطقي لانه اذا بتتذكروا من دراسه البيبتايدز او البروتين ستراكشر قلنا احنا في برايمري ستراكشر سكندري وتيرشري وهاي الاشياء. البرايمري ستراكشر كثير مهم، ولكن في شيء ثاني مهم زيه اللي هو التيرشري ستراكشر اللي هو الثري دي شيب للبروتين او للبيبتايد، لانه الثري دي شيب هذا في كومبلمنتاريتي بينه وبين الريسبتور، فاذا انت بتخرب الكومبلمنتاريتي هاي من خلال انك تغير التيرشري ستراكشر تبع الانسولين راح تغير البايندينج افينيتي، وبما انه البايندينج افينيتي والكومبلمنتاريتي اختلفت احنا الانسولين ريسبتور اسمه ريسبتور، يعني ما بصير في كيميكال رياكشن، بصير عباره عن كاسكيد اوف ايفنتس لانه بينتج عنه انديوست فيت معين، اذا اختلف الانديوست فيت معناته انت راح تسوي بلوك للريسبتور، واحنا في حاله الديابيتس تايب 1 بدنا نسوي اكتيفيشن لهذا الريسبتور. تمام.
اوكي هون انه بيربط بالهايدروفوبيك فيس. اوكي الريجولار انسولين اللي هو الهيومن انسولين يعتبر شورت اكتنج تقريبا 30 ل 60 مينتس الاونست. الرابيد اكتنج كان تقريبا 15 دقيقه. ففي عندنا رابيد، في عندنا شورت، في عندنا انترميديت، وفي عندنا لونج اكتنج. هذول الانترميديت اللي هي فكره البروتامين والزنك، وانه يصير في عندنا دايمر فورميشن والريليز تبعهم يصير بطيء. الالترا لينت اللي هو يعتبر لونج اكتنج، الالترا لينت قلنا كميه الزنك بتزيد. طبعا دائما لما بدنا نخلط بزنك زي اللينت والالترا لينت بيكون بفر، اسيتيت بفر فيه. All of the rapid acting insulins are created by making substitution the amino acid sequence at the beginning or the end of B chain. هاي التابل اللي هون مثلا زي الليسبرو، الليسبرو قلنا على الـ end of the B chain 28 و29 تبدلت محلاتهم، برولين 28 ولايسين 29 تشقلبوا، والاسبارت والجلوسين وكل هاي الاشياء تقريبا هذول كل هذول الاشياء حكيناهم. بس هيك بس مرور كرام اشوف اذا في اشي هون جديد ممكن او اضافه ممكن يستفاد منها. Long acting insulin created by preparing derivatives that form depots. اوكي الالترا لينك لينت قلنا في زنك اكثر. الجلارجين قلنا بيكون في تو ارجينينز، والاسبارجين اللي على التشين اي رقم 21 بتبدل بجلايسين مشان الاستابيليتي. الديتمر قلنا بنحط عليه فاتي تشين. اوكي هذول الاشياء اوريدي حكيناهم. الفيزيوكيميكال والفارماكينيتيك بروبرتيز بتتعلق في الانسولين والانسولين انالوجز، انه الانسولين الطبيعي اللي يفرز عند الناس الهيلثي 50% بصير له ديجراديشن في الليفر مباشره بالانزيم ثايول ميتالو بروتينيز. ممكن يصير له طبعا الانسولين ممكن انه يصير له فلتريشن في الجلوميرولوس، لكن برد يصير له ريابزوربشن. اذا بتتذكروا لما حكينا على الديوريتكس انه بالبومان كابسول من الجلوميرولوس بيصير في بسبب الهاي بريشر فلتريشن لاشياء كثير، بس كل الاشياء المفيده برد يصير لها ابزوربشن. الانسولين في الرينال تيوبيولز ممكن يصير له ديجراديشن برضه في الرينال تيوبيولز، يعني قبل ما يرد يصير له ري ابزوربشن في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيولز يعني بالليت ستيجز. قلنا اذا بنرفع التركيز بصير هيكسامر حتى بعدم وجود الزنك، هاي الاشياء اوريدي حكيناها. هذا بس كلاسيفيكيشن مش المطلوب انك تحفظه، هذا راح تحفظوا هاي الاشياء باي ديفولت لما تاخذوا فارماثيرابيتكس ان شاء الله. لكن كلاسيفيكيشن الفارماكينيتكس اوف انسولين بريبريشن، هون في عندنا الرابيد اكتنج والشورت اكتنج والانترميديت واللونج. الرابيد اكتنج ليسبرو اسبارت جلوليسين، الشورت اللي هو الهيومن او الريجولر، الانتر اللينت والام بي اتش، واللونج الالترا لينت والجلارجين والديتمر والديجلوديك. مش موجود هون بتحطوا معاهن الديجلوديك، وهاي البراند نيم اذا بدك تحفظهم ليتر اون ان شاء الله لما تتدربوا بالصيدليات راح تحفظوهم، لانه في عليهم طلب كثير الانسولين انالوجز هذول. وهون اونست بيك ديوريشن، اونست يعني قديش الدواء بده لحد ما يبلش يعطيك مفعول انه ينزل تركيز السكر في الدم. البيك اعلى كونسنتريشن ممكن يوصله وبالتالي اكثر اكتيفيتي او افكت يعطيك اياه، والديوريشن اللي هو الفتره اللي بيعطيك فيها هذا الريدكشن للجلوكوز ليفل ليميت. الكلينيكال ابلكيشنز تبعتهم، الكلينيكال ابلكيشن هاي بتغطوها اكثر في الثيرابيوتكس، انه امتى ياخذوا مثلا البراند ديال الانسولين بالعاده بيكون اللي حكيتهم قبل شوي، انه مريض الانسولين بالعاده بنعملهم جود اديكيشن انه شو نوع الوجبه اللي بدك تاخذها وكميه الانسولين اللي بدك تاخذه ونوعه. قلنا كمان انه ممكن يكون في عندنا ميكسينج في نفس السرنج، يعني ممكن واحد ياخذ شورت اكتنج او رابيد اكتنج مع انترميديت او مع لونج اكتنج بنفس السرنج. لكن مرات في كومباتيبلتي ايشوز، يعني في بعض الانواع بدك تراعي انه هذول كومباتيبل مع بعض ولا لا، يعني بيزبطوا ينخلطوا مع بعض ولا لا. طبعا الانسولين ديفايسز في ديفايسز كثير، يعني في السرنج، في البوم، في الجيت انجكتور، في حاليا صاروا يعملوا انهاليشن. المشاكل الرئيسيه اللي ممكن تنتج عن الانسولين هايبوغلايسيميا اذا كانت الجرعه غلط او اليرجي. اوكي هيك تقريبا نكون خلصنا الانسولين والانسولين انالوجز. المره الجايه ان شاء الله راح ناخذ الاورال هايبوغلايسيميك ايجنتس اللي هم الادويه اللي بيتاخذوا اورالي عشان ينزلوا جلوكوز الدم، هذول بالعاده بينعطوا لتايب 2. راح ندرس كل هذول الكلاسز اللي انتم شايفينهم هون،
سكريتوجوجز، السنسيتايزرز، وايجوانايدز، الالفا جلوكوزيديز انهبيتورز وغيرهم. وزي ما وعدتكم في هذا القدر كفايه. فالمره الجايه ان شاء الله بناخذ الهايبوغلايسيميك ايجنتس، هذول فيهم ميديسينال كيمستري نايس، فيهم كيميكال ستراكشرز نايس، حتى الانسولين الديزاين صح انه بيبتايد بس برضه في نحكي هيك راشونال جدا منطقي. حدا عنده اي سؤال اي استفسار يا شباب؟ يعني على الرغم اللي حاضرين ما شاء الله عددكم جيد، بس يعني هيك شعورا مع زملائكم لانه تواصلوا بطريقه مؤدبه. مش راح اخذ حضور غياب اليوم، بس المرات الجايه ان شاء الله راح اخذ حتى لو بكون في امتحانات. يعني حد عنده اي سؤال او اي استفسار؟ يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك، تفضلي. لا لا بس انا بدي احكي لك، يعطيك العافيه. طيب الله يعافي عمرك. اوكي معنا